احكي لك كيف تدخلي اشي ممنوع. كيف اول شيء تخبيه في وسط اشياء مبعثره، شاحنه وسلك وهذا، ثانيا بتعطي لك الاهبل هيك. هلا اعزائي المشاهدين، شلونكم؟ صار لنا هواي ما طالعين مو صحيح، فاليوم قررت انه اخذكم وياي في هذا المشوار اللي ما اعرف ايش راح يسوون بي. يقولون اكو سرك مائي، شنو سرك مائي ما اعرف، انا شايفه سرك بس سرك مائي هاي ما اعرف. هاي راح التقي بالدكتوره سميه اليوم، which I miss her so much. وقلت اذا تحبون تتفضلون، يعني حتى لا تقولون هاي تخرجت وشعرت خشمها قامت على ما تصور. فلذلك قررت اصور اليوم. هسه رايحه هسه رايحه، بس يعني الذكاء هذا يعني شراد لها. اشتاقيت لكم هوايه. I'm not so much in the mood، بس احيانا لازم تقول يلا يا معود. فاليوم من الايام اللي يلا يا معود. وبس اتمنى تكون عجبتكم تسريحة شعري، اسمها تسريحة البطة المتخرجة. بس انا كنت ما اعرف اسوي فلوجات مثل العالم مو، بس يعني هسه حاخذ جنوتي، يعني لازم اقول لكم انه حاخذ جنوتي. اوكي حاخذ جنوتي. ماكو هيج، اكو مرة قريت تعليقات واحد يقول ماكو هيج في ميانة ويا المتابعين، فما اعرف يعني. المهم انه اخذ الايربود واخذ الجنطة اللي تنام بها هاي المراية، المراية الكاميرا. اعزائي المشاهدين والله صعبة، يعني عادي اشوفكم بالتاكسي ما تزعلون مو، ماكو شي يعني غرفتي، يعني غرفتي يعني. اوريكم اللوك، تعال مقدي ونطو كاميرا. سو اللوك تبعي ما اعرف اصلا يا حذاء راح البس. بس هاي عادي جدا، طبيعي جدا يعني، لوك الزرافة العطشانة. يلا التقيكم بالتاكسي، يعني ما اعتقد دقيقة انتظروا، ما اعتقد يعني تحبون تشوفون واني يعني اختار الحذاء الحلبسة يعني، او يعني ولا علم بالموضوع يعني. اشوفكم بالتاكسي بعدين اشوفكم هناك، حتى نشوف انا وياكم سويا شو اسمه. اقول لكم هاي التصريحه ضابطه، هم يسووها منا ومنا، انا اسويها من جهه واحده. البشر يلبسون تراشي هنا وهنا، انا البس تراشي من جهه واحده. ليش؟ يلا اشوفكم بالسياره، باي باي. اعزائي المشاهدين دا انتظر التاكسي يجي. انا اعرف اللي تخرج يكافئوه يجيبوا له سياره يرعون مشاعر، مو ياخذون سيارته. استغفر الله يا ربي. دا انتظر ابو التاكسي يجي. هو هيك يسوون فلوج مو؟ عم بحاول اعمل فلوج. كيفك سمية حبيبتي؟ يا حالة شو الأخبار؟ أنا لازم أطلع مش مشكلتي أنا. لازم أحكي. أهم شي المخرج حلو. أنا ما صورت بالتاكسي، خليني أحكي لك وأحكي للمشاهدين. صار عندي موشن سيكنس، ضليت طول الطريق بضع 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 كثير ازمه عشان برد. لا انا عندي موشن سيكنس واجيت تاكسي. بتاكلي علكه؟ لا ما باكل علكه، بكره العلكه. يقولون اكل زنجبيل. مكان العمليه اليوم، انا رحت حفله حمائي ضليت انطنط. فشو اسمه؟ هو هون السرك؟ لا سيرك برا، هسا نطلع على الشارع. بس انت بدك تاكلي ولا لا؟ كلتي؟ مش عارفة شو عملتي هون؟ انا؟ يس ولا اشي، جيت وضليت قلب لب وقعدت ساعتين في قلب اشتري. هلا البيت العربي المفروض يكون هون. ايوه سبحان الله. أنا أكره هذا الدرج، شنو قاعدة بهذا الدرج. جتني مكالمة سامة جدا، ظليت إيه.
سمية طبعا بزنس وومن عندها كتير مصاري. بسم الله ما شاء الله. شو خطر لك تروح يصير كمائي؟ ايوبات انت شايفه سرك حقيقي يعني؟ والله انا شايفه سرك حقيقي بس سرك مائي مو شايفته. متى شفت؟ يمكن بيجيبوا مسبح وبيضلوا يطلعوا يطبوا. اسمعي هاي طلع فيها تفتيش؟ لا انا ليش دائما افكر في تفتيش؟ عايشه حياتي على التفتيش. ليش ليك تفتش؟ ماكو هيك. طلع خلينا نصور هذا المنظر كانه احنا سياح. ايوه السيرك. اي والله ترى قريب. شوفي هذول 16th of May هم اللي يجيبون كاظم الساهر وعمرو الدياب وشغلات محترمه يعني. فانا جيت على حب الله وعلى حبك وعلى حب 16th of May. اما سيرك مائي مش عارفه. ما من وين الدخول أمو كيوت؟ هذا السؤال من هناك أكيد. لا تذكري في شبك المفروض إحنا يدخلونا مدخل خاص. استني هاي شي بقى. آه بلا طبعا. جاهزين الحماية شباب؟ جاهزين طبعا. آه هاي أزمة كل حمشان السير. السر. الو. ماما. يا اخوان هذا السر. هي كلها قمصتين على المي ويطلعون. كله أطفال. وين جبتينا؟ هذا شفت 40 هذا شفت 40 قلت أحجز أخوي. جوعانة يعني لا تفكري. أنا ما أنا جوعانة. واضح عشان هيك فياتنا حكينا في ماك. نفس السؤال الهمجي الفجعي. هيها تفضلي سيلفر. صاير أسود هون. كله أطفال يا أخوان. سمية جابتنا على إيفنت كله أطفال. طيب ماشي بكرة بوديكي على هذول اللي ننط على البلالين. أوكي بخليكي تتعلمي تعزمي الناس وين. في مي فاتحين نافورة ولا حدا عم بيتف علينا؟
هاي ماكدونالدز. اخوان الاجواء كثير حلوه، ريحه بوب كورن اند كاندي اند ايش هذا لحم؟ يعني مش عارفه بوب كورن مش صحي انه ناكل. حاسه مش صحي؟ شو رايك؟ طب بس تحسي صحي ناخذ شمس؟ لا عادي بس بدنا نصور. بس وين ما في اسمعي خذي هاي تعال في بوب كورن، انا شامه بوب كورن كراميل مطلوب حيا او ميتا. صراحه الاجواء كثير كثير حلوه. سمية جاي تتصور وتبحث عن اكل. لا تصورت ولا بحثت عن اكل، لا تصورت. يعني 16th of May. Thank you. انا ما كنت عارفه هذا اللي راح. لا هذا اوكي. مو مصور. شنو مو مصور؟ مصور. مصور هذا اللي مسحناه. أجواء جميلة جميلة جميلة. نروح نصور. خلينا نصور. صراحة أنا بحب هاي الأجواء. بس هاي وين عاملة جليتر؟ يلا بمشي هناك. احكي لك كيف تدخلي اشي ممنوع. كيف؟ اول شيء تخبيه في وسط اشياء مبعثرة، شاحنة وسلك وهذا. ثانيا بتعطي لك كل اهبل هيك يدخل. هاي كرسي ولا ايش هذا؟ السيرك شكله ما اقدر. هذا المكان اللي يطلق عليه اجواء في التوب صح؟ ان شاء الله ما يكون هذا ابو المقعد. اعتقد هذا مسبح بالمي. البوب كورن جاهز اعزائي المشاهدين.